للحديث أكثر عن العيد في العراق وكيف مر يومه الأول على العراقيين في ظل الوضع الاقتصادي والصحي الذي تمر به البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل والسياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، بداية كل عام وأنتم بخير. يعني عيد استثنائي بشكل عام على العالم، لكنه يبدو أكثر استثناء في العراق. بداية، كيف تجد أجواء العيد في العراق هذا العام؟ أسعد الله مساءكم، وكل عام وأنتم بخير والشعب العراقي بألف خير. انتزعت السلطات الحكومية وميليشياتها فرحة العيد من العراقيين، فبالتالي العراقيون يعيشون أوضاعا مأساوية كارثية في جميع نواحي حياتهم. فإما أن يكون هذا العيد حقيقة بلا خدمات، فهم يعانون من انقطاع مستمر للكهرباء، أو بلا غذاء وهم محرومين من مصدر معيشتهم. وفضلا عن ذلك، فإننا نشهد ارتفاعا غير ملحوظا لجائحة كورونا بسبب الفشل الحكومي للتصدي لهذه المرض الخطير والفيروس الخطير الذي ينتشر العراق. وبين ما يحدث الآن لأسر بعشرات الآلاف يرزخون في المعتقلات، أو عشرات أو مئات الآلاف في المقابر. لذلك العائلة العراقية عائلة حزينة منكوبة، لا توجد هناك عائلة لا تعيش المأساة داخل العراق، وبالتالي هذه الفرحة قد زالت من العراقيين. نعم، هم رغم جراحهم يكابرون ويصبرون، وبالتالي يعيشون عيدهم، فضلا على أن السلطات الحكومية لم تمنح لهم إذن صلاة العيد، ولا بسبب ادعاءاتها التي فتحت أسواق ومولات لكنها لم تفتح المساجد. لذلك الوضعية في العراق وضعية مأساوية أكثر من العالم. العالم عندما يعيش، لأن هناك أزمة صحية يريد المحافظة على شعوبه، على عكس العراق فإن أزمة الميليشيات وأزمة التسلط على رقاب الناس لا زالت مستمرة. يعني أضرب لك مثلا، خيم الحزن على محافظة الأنبار بعد اعتقال 4 نساء من عشائر الأنبار على يد السلطات الحكومية وهن ناجحات. فهل ترى أن تكون هذه الأعياد أو هذه الممارسات فرحة، أو يمكن أن يضمد الجراح؟ وما يجري في الموصل وفي بغداد وفي المحافظات الأخرى من واقع مأساوي كبير، لا يمكن أن يكون هناك فرحة لهذا العيد الذي هو يمكن أن يكون منطلقا لتلاقي الناس ونسيان همومهم. لذلك العراقيون يعيشون من دون دول العالم في واقع مأساوي يشهد له الأمور الميدانية التي حقيقة خلفت كثير من الكوارث بسبب العملية السياسية وسلطاتها الحاكمة وميليشياتها المتنفذة التي تتحكم برقاب الناس وبأرزاقهم وبأمورهم الحياتية. لذلك حقيقة هذا العيد يعني يمر والعراقيون في مأساة كبيرة أكثر مما مضى من الأيام والأعياد التي سبقتها، لأنهم ينظرون إلى ملفات كثيرة. النازحون يقطنون الخيم بلا مأوى، بلا طعام، بلا ماء بارد. الأطفال يصرخون من شدة أنهم يشربون الماء الساخن، وبالتالي الكل يتفرج على مأساتهم، وهم ينظرون إلى منازلهم تتحكم بها الميليشيات ولا يسمح لهم بالعودة إليها. لذلك حقيقة العوائل والعشائر والسكان في جميع المدن منكوبين، وهم يترقبون حقيقة كل يوم في مأساة جديدة. نشكرك شكرا جزيلا، من عمان الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ عبد القادر النايل.